بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فضيلة العلماء الأكارم، السادة الحضور، كل باسمه ولقبه وصفته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورقتي بعنوان أثر التطبيع في العراق على فلسطين والعراق. من الواضح أن هناك مساعي حثيثة لإنشاء شرق أوسط جديد، يتنافس لاعبون جيوستراتيجيون إقليميون مختلفون على السلطة والمكانة في المنطقة، والتي تبرز فيها مشاريع متعددة. ولا ينبغي فصل عملية التطبيع العربي الإسرائيلي الأخيرة عن التنافسات الجيوسياسية الإقليمية المستمرة. بداية كانت مع دولة الإمارات والبحرين، التي كانت دوافعها هي التخلص من النفوذ الإيراني المهيمن على المنطقة، إضافة إلى سعيها كما كان من تصريحاتهم الحصول على التكنولوجيا المتطورة، في حين كان هدف السودان هو الخروج من مأزق اقتصادي والالتحاق بركب الدول المعتدلة كما تسمي نفسها، والسعي لأن يخرج من قائمة الإرهاب الأمريكية. أما الدولة الرابعة فهي كانت المغرب، وكان هدفها هو أن تكسب التنافس مع جارتها الجزائر في مسألة الصحراء، في مسألة الصحراء الكبرى. الكيان الصهيوني كان في تلك الفترة يستغل أيام ترامب، وهو الداعم بلا حدود للكيان الصهيوني، ليكسب من خصومه في هذه الجولات. ولعل من المؤكد أن بعض الأطراف في العراق، وحسب ما تم طرحه في مؤتمر أربيل الأخير، فإن دوافعهم كانت اقتصادية ورغبة في الخروج من المأزق الاقتصادي الذي يعيشه العراق والذي تحكمه إيران بكافة مفاصله، إضافة إلى سعيهم للتطور والازدهار كما أعلنوا في بيانهم الختامي. هذه مقدمة بسيطة، ثم نقول نسأل: هل فعلا العراق يحتاج إلى التطبيع مع الكيان الصهيوني لأجل إخراجه مما هو فيه؟ إن فكرة التطبيع طوال العقود الماضية كانت في العراق تستخدم لأجل التسقيط السياسي، فما أن يرتبط اسم أي سياسي عراقي بالكيان الصهيوني حتى ينتهي دور هذا السياسي مهما كان توجهه. ولعل أبرز تعبير عن مدى عمق الأصالة العراقية والوفاء لهذه القضية هو المادة 201 من قانون الجرائم العراقية، الذي لا زال يعاقب بالإعدام يعاقب بالإعدام كل من حبذ أو روج مبادئ صهيونية، بما في ذلك الماسونية، أو انتسب إلى أي من مؤسساتها، أو ساعدها مادياً أو أدبياً، أو عمل بأي كيفية كانت لتحقيق أغراضه. هذه المادة موجودة في قانون العقوبات العراقي، وعلى هذا أبرز تعبير عن الأصالة العراقية. ورغم ذلك، فإن السعي لدمج العراق في المعادلة الجديدة في المنطقة ضمن ركب التطبيع أمر يسير ضمن خطوات متسلسلة، وذلك بعد احتلال العراق عام 2003. ولأجل ذلك فمن الجيد الاطلاع على نبذة سريعة من بعض المواقف التاريخية التي يجب أن نسلط عليها الضوء، كيف يجري إدماج العراق في هذه المعادلة وبشكل سريع، ولعل بعضها قد أشار لها الدكتور الأستاذ الباحث قبلي في ورقته الموسومة. البداية كانت في عام 2004، عندما كان هناك لقاء مع وزير الخارجية سيلفان شالوم مع رئيس الوزراء العراقي أياد علاوي، كان لقاء مقتضبا وجرى فيه حوار فيما بينهما. وكانت اللقاءات السرية بدأت بالخروج إلى العلن، وكان الأمريكان يدفعون بهذا الاتجاه. في عام 2008 كان هناك إعلان عن زيارة مثال الآلوسي للكيان الصهيوني، ودعا الآلوسي إلى بناء علاقات دبلوماسية وتبادل الاستخبارات ما بين العراق وإسرائيل. في شهر حزيران من عام 2008 أيضا، إيهود باراك التقى مع الرئيس العراقي جلال طالباني في مؤتمر في اليونان عن الاشتراكية، وجرى بينهما حديث وكانا متجاورين في الجلوس. في حرب غزة حقيقة وحرب عام 2012 كانت مواقف العراقية مميزة أيضا حقيقة للأمانة الرسمية والشعبية، كان هناك تصريحات جيدة وداعمة للنضال الفلسطيني ومؤيدة للقضية الفلسطينية، وحتى أن رئيس البرلمان في حينه أسامة النجيفي كان قد أصدر مع البرلمان العراقي أن يكون هناك زيارة
لغزة ولكنها لم تتم. الحقيقة في حرب في أكتوبر تشرين أول من عام 2007 كان هناك إصدار مرسوم من البرلمان العراقي بحظر رفع العلم الإسرائيلي، وذلك بعد ما تم رفع العلم في إقليم كردستان نتيجة موضوع الاستفتاء الذي كان يتم في تلك السنة، وبناء عليه تم رفع حظر العلم الإسرائيلي. نسير سريعا، كان هناك في تموز في عام 2019 لقاء ما بين رئيس الوزراء العراقي ورئيس الوزراء الفلسطيني محمد شتية، كان عادل عبد المهدي رئيس الوزراء العراقي، وكان أوضح أن موقف بلاده ثابت من قضية فلسطين، ويعتبر أنه تمت مواجهة صفقة القرن فيما يطرحه كان ترامب مشرف. ولكن في نفس الشهر، في آخر هذا الشهر، كان وفد إعلامي كبير يزور الكيان الصهيوني، مما أثار عاصفة وسط العراقي وصلت إلى المطالبة بسحب الجنسية ممن زار الكيان الصهيوني. في عام 2020 في أغسطس وصل رئيس الوزراء الكاظمي إلى سدة الحكم، وبدأ معه مسلسل جديد في موضوع دمج العراق في المعادلة، بداية من تصريح الكاظمي بأنهم ملتزمين بمبادرة السلام العربية التي صدرت عن قمة بيروت عام 2002 عن قيام دولة فلسطينية على الأراضي المحتلة 67 قبل تطبيع العلاقات مع إسرائيل، ولكن هذا الموقف كان جديدا على العراق. العراق لم يكن موافقا على المبادرة العربية وكان مع كامل الحقوق الفلسطينية. في أغسطس من نفس العام في مقابلة مع صحيفة الواشنطن بوست، الكاظمي يقول أن التطبيع بين أبوظبي وتل أبيب قرار إماراتي ولا ينبغي لنا التدخل، وهو موقف ينسجم إلى حد ما بعض مواقف الدول الخليجية. طبعا في نفس الشهر كان هناك إصدار لمواقف مشرفة من هيئة علماء المسلمين في العراق ومن قوى حية مثل المدرسة الخالصية وغيرها من القوى الفاعلة في العراق التي وقفت ضد هذا المسلسل وضد هذا الإجراءات، وكان لها موقف مشرف. في سبتمبر مهم هذا في عام 2020 نشرت صحيفة يديعوت أحرنوت للمستشرقة سمدار بيري تقرير عن مستقبل العلاقات الإسرائيلية العراقية، كاشفة النقاب عن أن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أكد في جلسات مغلقة أنه على استعداد لتحسين العلاقات بين بلاده وبين الدولة العبرية، ولكن شددت المستشرقة بيري على أن تل أبيب قامت بتبريد حماسة الكاظمي، وأوضحت بشكل غير قابل للتأويل أنها ليست على استعداد لدراسة الموضوع لأن الحرس الثوري الإيراني يصول ويجول في بلاد الرافدين على حد قولها، يعني هي خففت من حماسته. في 9 سبتمبر امتنع العراق عن التصويت في جامعة الدول العربية على مشروع قرار فلسطيني يدين التطبيع مع بين الإمارات وإسرائيل، وهذا كان موقف غريب صراحة. في 15 اكتوبر 2020 سامحوني ولكن هذه معلومات مهمة حتى نعرف السياق التاريخي كيف يتم دمج العراق في هذه المعادلة. في 15 اكتوبر من عام 2020 من أغرب ما سمعت، وهو تصريح وهو موجود على اليوتيوب اللي بده يروح يشوفه، تصريح من نائب رئيس الوزراء السابق بهاء الأعرجي وهو قيادي محسوب على التيار الصدري كما تعلمون، أكد في لقاء تلفزيوني أن العراق مهيئ جدا لتطبيع العلاقات مع إسرائيل والظروف ملائمة بشكل جيد، وأضاف أنه من الممكن أن يصدر قرار التطبيع من محافظة النجف وليس من العاصمة بغداد، والقول له في إشارة إلى المراجع الدينية الشيعية، وتساءل عن الإزدواجية والتحذير بين الهجوم الذي تعرض له، مستشهدا باشتراك حزب الله اللبناني في مفاوضات ترسيم الحدود اللبنانية الإسرائيلية، قائلا أنه يمضي ضمن اتفاقية معلنة، مشيرا إلى أنه على الرغم من ذلك لم يتعرض الحزب للتخوين أو الاتهام نتيجة لذلك، وأكمل موضحا فلماذا تتهم القيادات الشيعية في العراق وتشوه صورتهم أمام جمهورهم، وخلص إلى ضرورة الانفتاح على الدول الأخرى في سبيل إنقاذ اقتصادنا بشرط أن لا يتم اختراق سيادة الدولة العراقية. والرجل يعني حتى للمذيعة قال لها لا تسأليني أكثر من هذا، هذا يكفي. طبعا في نفس السنة كشف مثال ألوسي عن زيارة لأوروبا وعن سلسلة لقاءات بين جهات رسمية وجهات غير رسمية مع أطراف أوروبية مختلفة لأجل التباحث حول مستقبل العلاقات العراقية الإسرائيلية.
في نفس الشهر، طبعا شهر كان مليء بالأحداث أكتوبر 2020، في نفس الشهر حميد معلى سياسي معروف قال من المجلس الأعلى، نعم يعني معروف في الأوساط العراقية، وأضاف أن الساسة الذين اعتادوا المواقف النفعية ربما يمضوا نحو التطبيع مع إسرائيل إذا ما حصلوا على تطمينات لحماية مصالحهم، وهي ما تؤكده تعليقات حميد معلى الذي ألمح أن الطبقة السياسية العراقية مرنة لكل شيء إذا اقتضى الأمر، شرط بقاء السلطة والنفوذ والمال تحت تصرفاتهم، والقول لحميد معلى. في نوفمبر من نفس العام كان هناك وزير الخارجية العراقي قال لوكالة سبوتنيك بأن بلاده لم يعرض عليها التطبيع إلى الآن رسميا. دخلنا في 2021، طب هو قال يعني ذكر أنه لم يعرض. في دخلنا إلى العام الجديد في يناير حركة في العراق أطلقت على نفسها 25 أكتوبر، يترأسها شخص اسمه طلال الحريري، أعلن بشكل رسمي هو حركة علمانية تهدف إلى فصل الدين عن الدولة، وكذلك طالب في عدة لقاءات صحفية بعلاقات جيدة مع إسرائيل. في إشباط من عام 2021 أيضا كان تصريح غريب جدا، خرج الزعيم الشيعي مقتدى الصدر وقال بالنص أنه لن يسمح بتطبيع بلاده مع إسرائيل، وحتى لو كانت تكلفة ذلك الدماء، وأوضح في مؤتمر صحفي أن التطبيع على الأبواب وعلى البرلمان الحيلول دون ذلك، ولن نسمح بالتطبيع إطلاقا، والقول له أيضا، بمعنى أن الوتيرة بدأت تتصاعد. في آذار نفت الرئاسات الثلاثة أن هناك تطبيع، وأن هناك قول لبرهم صالح، نشرت سكاي نيوز عربية في ذلك الوقت قول لبرهم صالح أنه سيتم التطبيع، ولكن الرئاسات الثلاث نفت هذه العملية، حتى وصلنا إلى سبتمبر من عام 2021 كان مؤتمر أربيل، لن أستطرد فيه طويلا أنه معروف لكم جميعا، ولكن أريد أن أشير إلى نقطة مهمة جدا. الجهة المنظمة لهذا المؤتمر، مؤتمر التطبيع عفوا في أربيل، هي مركز اتصالات السلام. من مسؤول عن هذا المركز؟ من رئيسه؟ رئيسه واحد اسمه جوزيف براودي، وهو يهودي من أصل عراقي، أمريكي طبعا الأمريكي الجنسية ومن أصل عراقي. جوزيف براودي يا أخواننا، بس حتى نربط الأحداث مع بعضها، وشيء حقيقة مؤلم، من الذي كان متحدث باسم هذا المؤتمر؟ اللي هي سحر الطائي. سحر الطائي يا أخواننا ماذا وظيفتها؟ وظيفتها مستشارة في هيئة الآثار العراقية. نعود إلى جوزيف براودي. جوزيف براودي متهم بشكل رسمي من محكمة في نيويورك بأنه متهم بسرقة الآثار العراقية، ولكم أن تربطوا بين الأحداث، بين مستشارة في هيئة الآثار العراقية ورئيس مركز يقوم على مؤتمر في العراق يسرق آثار العراق، وهي مستشارة في هيئة الآثار العراقية، ويا للخزي ويا للعار وللأسف بصراحة. يعني حتى لا أستطرد طويلا في موضوع العلاقات الكردية، وهو مهم حتى نفهم ماذا يجري في العراق ككل، لأن المشهد متكامل مع كل المكونات. حتى ذكر الأستاذ الباحث الأستاذ حاتم تفاصيل عن موضوع العلاقات الكردية الإسرائيلية. يكفي أن نقول أن بنيامين نتنياهو منذ عام 2014 قال نحن مع إنشاء دولة كردية مستقلة في شمال العراق، ولعل الكيان الصهيوني كان الداعم الأول لموضوع الاستفتاء الذي كان يتم، بل أنه طالب القوى العظمى بأن توقف الانكسار الذي حصل في القوى الكردية بعد أن دخل الجيش العراقي وحصل ما حصل. الأزمة الداخلية في العراق يا إخواننا معروف بالنسبة لكم، حتى نربط ما بين الأحداث. طبعا نسيت أن أقول في شهر 12 من نهاية العام المنصرم كان هناك حدثين مهمين. الحدث الأول كان هناك ما يسمى بملكة جمال العراق، حتى بس يصير تطبيع أو يصير نوع من قبول الفكرة، أعلنت بشكل واضح أنها زارت الكيان الصهيوني وأنها مع بناء علاقات مع إسرائيل وإلى آخره. في 27 ديسمبر الماضي أيضا حدث مهم، كان هناك تسريب من أحد المسؤولين الإسرائيليين أن هناك لقاء مع الحلبوسي في الأردن، وكان هناك حديث عن موضوع صعود من يؤيدون التطبيع في العراق إلى سدة الحكم ويجب أن يقوموا، ولم يصدر أي تعليق من رئيس البرلمان العراقي الحلبوسي على مثل هذا التصريح الذي صدر من مسؤول أمني إسرائيلي. طبعا
الأزمة الداخلية في العراق الكل يعرفها، في أزمة اقتصادية، 92% من اقتصاد العراق يعتمد على النفط فقط، وحالة الفقر 40% من المجتمع العراقي هو تحت خط الفقر، ولكن هذا لا يعني أن نذهب إلى الكيان الصهيوني، يعني هذه مشكلة. يعني بعد استعراض مثل هذه المواقف أنا أريد سريعاً أعرج على بعض ما جرى من الدول التي طبعت، يعني ما الذي حصل معها. أولاً لازم نعرف أن هذه الدول التي طبعت الأربعة الأخيرة هي ليست في حالة حرب مع الكيان الصهيوني وليست دول مواجهة في التطبيع لأي سبب، مشكلة طبعاً. وحتى أنهم دعوا أن هذا التطبيع لأجل وقف تمدد الكيان الصهيوني، وأول إجراء تم هو ضم الضفة الغربية، بل أن نتنياهو قال ما في شيء، هذا سلام مقابل سلام بس، ما في أي تنازلات يعني. وبالتالي كانت دواعي مثل الإمارات والبحرين هو وقف النفوذ الإيراني في وتدخلاته في المنطقة، الذي شاهدنا أنه استمرار تخصيب اليورانيوم، استمرار الوجود الإيراني، استمرار دعمهم للحوثي وضربهم للعمق السعودي والعمق الإمارات، واستمرار السيطرة في لبنان، واستمرار السيطرة في العراق، واستمرار السيطرة في السعودية. فعلى أي أساس يتم التطبيع؟ كل ما يتم طرحه بصراحة هو ليس فيه أي مكسب سياسي حقيقي. الدول التي طبعت تخسر، حتى أن طبعا ذكرت البحرين والإمارات، السودان الكل يتابع ما الذي يجري من أزمات سياسية متتابعة، والمغرب الآن هم يعيشوا في أزمة مع الكيان الصهيوني، ولم يستقبل الملك السفير الإسرائيلي لدواعي أن موقفهم من الصحراء هو ضد المغرب، وهذا حال الوقاحة الإسرائيلية التي لا تنتهي. وبالتالي كل ما يجري من عمليات تطبيع من هذه الدول غير ذات جدوى. أين يقف العراق من هذا كله؟ الأجواء في العراق تدخل في خانة التعقيد بين مؤيد للتطبيع ورافض له بدافع قيمي ديني أو قومي، أو حتى استجابة للسيطرة الإيرانية ذات المصالح المتداخلة، وأنتم أعلم بالتداخل. وحتى ذلك الحين ينتظر مؤيدو المرجعية الدينية الشيعية في النجف تصريحا واضحا يضاف لأجوبة مباشرة من رئاسة الحكومة العراقية حول تحركات الوفود والزيارات السرية إلى الكيان الصهيوني. والجميع يعني كثيرون من الساسة يعتبرون من المرجح أن يحدث تقارب عراقي إسرائيلي طالما ظلت اليد الطولة حاليا لإيران في العراق، والتي من المعروف أنها تعتبر معاداة إسرائيل وسيلة لاختراق قلوب الجماهير المسلمة وغطاء يمنحها شرعية الوجود بين الحواضن الشعبية. كما أنه في الظروف الحالية يبدو من غير الواقع توقع أي إصلاحات اقتصادية أو سياسية أو أمنية كبيرة في العراق. وحتى بعد الانتخابات وصعود الصدر تعقد الأمر أكثر، لأن مواقفه كانت معلنة في البداية، وهذا سيعقد المسألة أكثر. ولكن لا يمنع حدوثه في ظل الأزمات التي تعيش العراق، يمكن أن يكون هناك اختراق في موضوع التطبيع. يضاف إلى ذلك مسألة مهمة في موضوع الإغراء المتمثل في هناك مشروع مطروح، هو مد خط الأنابيب ما بين حديثة وما بين حيفا، وهذا مشروع قديم ولكن يتم طرحه الآن، وهذا سيعود بعائدات اقتصادية كبيرة ليس فقط للعراق بل للأردن، وهو الذي اليوم يعني يعمل بشكل حثيث لأجل أن يبقى الكاظمي في منصبه، ولما يمكن أن يعود له بفوائد اقتصادية كبيرة. كما يمكن أن يكون الموقف العراقي مرتبط بموقف السعودية التي سيجد منها غطاء، وخصوصا أمام المكونات السنية التي تعارض بشكل كبير لإجراءات التطبيع. مخاطر التطبيع بصراحة، أولا على المستوى الأمن العربي القومي، للتطبيع آثاره الخطيرة على الأمن القومي للوطن العربي ككل، وآثار الخطيرة على المنطقة بأكملها وليس العراق فقط. وتكمن الخطورة في اعتبار إسرائيل بلدا طبيعيا أو محايدا، بل وحتى صديقا أو حليفا لدى بعض الدول، لأنها في الحقيقة تعتبر قائدا لمشروع أكبر يهدف إلى ابتلاع القدس وفلسطين بأكملها، وصولا إلى المنطقة العربية بأكملها، والسيطرة عليها سياسيا واقتصاديا وعسكريا وثقافيا. إسرائيل لا تنفك من محاولاتها تفكيك العرب وتغلغلها بينهم،
وأن التفكير ببناء علاقة مع إسرائيل من باب التكتيك أو الاعتماد عليها في العلاقة مع الغرب أو للوقوف مع العرب في قضايا فرعية ربما يكون وهمياً، وهو أخطر بكثير على الأمن العربي والقضية الفلسطينية من أدارة العلاقة معها على أساس أنها عدو خطر، وباعتبارها دولة محتلة للأراضي العربية، وأنها تهديد استراتيجي ودائم للأمن العربي. والتاريخ والتجارب والوقائع ومنذ عقود تثبت ذلك بوضوح، وذلك فإن الحل الأمثل الذي يجب على الوطن العربي والعراق كجزء منه القيام به هو تحجيم العلاقة وتوخي الحذر منها. ولعل أخطر الأشياء التي تقوم بها إسرائيل هي محاولتها تشتيت أنظار العرب عن كونها العدو الأول لهم، ومحاولة خلق عدو آخر حتى لا تتوحد صفوف العرب ضدها، بحيث تتعامل مع بعض الدول على أنها صديقة أو حليفة، ونجحت بالفعل في ذلك مع بعض دول الخليج وفي علاقتها مع إيران كمهدد أول لقوميتهم ووجودهم بدلاً من إسرائيل، يعني طبعاً الإمارات والبحرين كما تعلمون. وكذلك طبعاً تصديرها فكرة الإرهاب باعتباره مهدد لهذه الكيانات. الآن إذا بدنا ندخل في موضوع التأثير المباشر على العراق، لعل الدكتور قبلي ذكر في موضوع التطبيع وأثره على الموضوع الديني والانتماء الأممي للعراق، ولا يخفى عليكم أن موضوع التطبيع يضرب بفكرة الانتماء للإسلام وللأمة في الصميم، لأن قضية فلسطين يا أخواننا عنوانها هو القدس والمسجد الأقصى والقبلة الأولى، فموضوع إزالة الحساسية تجاه هذا العنوان المهم هو سيؤدي إلى إزالة الحساسية من قضايا أخرى. وليس هذا فقط، بل هناك سعي حثيث لأجل تغيير المناهج والتأثير الاجتماعي والثقافي والفني والإعلامي على المجتمعات العربية وعلى العراق بشكل خاص. ليس هذا فحسب، بل هناك ضغط لأجل إزالة كل الآيات والأحاديث التي تحث على الجهاد أو التي تكشف نوايا اليهود أو مؤامراتهم ضد الرسول صلى الله عليه وسلم، وجميع الآيات التي تحث على نبذهم أو قتالهم. من الناحية السياسية، الكيان الصهيوني في المقام الأول يهدف إلى اعتراف الدول العربية الكبيرة كالعراق بيهودية الدولة الإسرائيلية وعبريتها، وحيث أن مجرد موافقة تلك الدول على التطبيع فهذا يعني الخطوة الأولى نحو تطبيق صفقة القرن، ويعني اعترافها بيهودية الدولة العبرية وما يتبع ذلك من مخططات لتصفية قضية فلسطين. كما يسعى الكيان الصهيوني من خلال التطبيع مع العراق للمساعدة على، يعني إذا صار تطبيع مع العراق سيحيد قضية فلسطين عن المنظومة العربية أكثر وأكثر، لأن الدول ذات الثقل السياسي الرئيسية كمصر والعراق وسوريا كل دولة فيها حقيقة فيها مآسي، العراق ذو وزن سياسي كبير، وعملية التطبيع مع الكيان الصهيوني ستحرم الفلسطينيين من دولة مؤثرة، وستحرمهم من التأثير في الأوساط الدولية، ويخسروا تأييد دولة كبيرة مثل العراق. في البعد العسكري يكفي أن أشير إلى أنهم لن يسمحوا بأي قوة أن تنمو وتكبر، ويريدوا أن يبقوا هم عراب المنطقة، ولعل أبرز دليل على ذلك أنهم لن يسمحوا حتى مع الدول المطبعة زي الإمارات، هم منعوا صفقة F-35 التي كانت مع الإمارات، هم الذين أوقفوها ولن يسمحوا بذلك، بل أنهم يتدخلوا في عدد الجنود في كل دولة. الهدف أن تبقى هي الدولة رقم واحد في المنطقة، ودون أن يكون هناك أي منافس عسكري لها. على الصعيد الاقتصادي أنا لا أعتقد أن هناك قدرة لكل دول المنطقة، وطبعا العراق على رأسها، أن يجاري الاقتصاد الإسرائيلي. والفكرة من التطبيع الاقتصادي مع العراق هو أن يستثمروا موارد العراق الغنية، المياه والنفط وغيره، وأن يستثمروا في العمالة العراقية، وأن يكون العراق هو سوق للمنتجات الصهيونية، وهذه طريقة الاستعمار كلاسيكية جدا، وللأسف يريدوا أن يطبقوها في العراق. طب ما هو أثر التطبيع على قضية فلسطين، تطبيع العراق مع قضية فلسطين على قضية فلسطين بشكل مباشر؟ انطيني دقيقتين بخلص، دقيقتين. قام الكيان الصهيوني بتوظيف سياسة التطبيع لكي يحسن من صورته أمام العالم، في محاولة منه لتوسيع مجال علاقاته الدولية ومواجهة الحملات الدولية المقاطعة له،
عملية تطبيع الكيان الصهيوني مع الدول العربية شكلت إضعافا لقضية فلسطين، فبفضل التطبيع أتيح المجال للكيان الصهيوني لإحكام سيطرته على حياة الفلسطينيين، وذلك عن طريق استخدامه لوسائل ضغط متنوعة تتمثل في السيطرة على الحدود والمعابر والأموال الفلسطينية، بالإضافة لسيطرته على الموارد والثروات الطبيعية ومصادر المياه وحرمان فلسطين من حقوقهم الأساسية في تلك الثروات والمصادر. من أبرز تداعيات التطبيع هو محاولة الكيان الصهيوني أن يكون هناك مساواة بينه وبين دولة فلسطين المحتلة، وبل على شطب دولة فلسطين تماما، وأن يكون هناك فلسطيني أو هذا الشعب الإرهابي وهو الشعب المسالم أو الدولة المسالمة الحمل الوديع الذي لا يؤذي أحدا. هذا في العنوان. بالمختصر فإن أثر راح أنهي يعني إذا تسمح لي، بالمختصر فإن أثر التطبيع العراق مع الكيان الصهيوني على فلسطين يعني أن تمنح الاحتلال فرصة كبيرة وتدعمه للمضي بمواقفه العدوانية والإغال في استهداف الشعب الفلسطيني والتكين به وهضم حقوق أبنائه، وتشجع الكيان الصهيوني الغاصب على الاستمرار في قتل وتعذيب وحصار الفلسطينيين، فضلا عن التمكين له في محاولاته للنيل من المسجد الأقصى أولى القبلتين وتنفيذ مخططاته تجاهه، وستمكنه كذلك من تنفيذ مشاريعه الاستيطانية الواسعة وإتمام اغتصاب الأراضي الفلسطينية، وستفقد فلسطين صوتا مؤثرا لطالما نادى بالحقوق الفلسطينية ودافع عنها وضحى لأجلها وبذل الدماء في سبيلها، وشواهد قبور شهداء العراقيين لا زالت شاهدة في جنين. الرسالة النهائية في هذه الورقة أن حالة الضغط السياسي والاقتصادي لدول التطبيع ستستمر لكبح جماح قوى المعارضة الداخلية فيها، وهذا ما سيعزز حالة الانقسام الداخلي بشأن جدوى التطبيع وفوائده للشعوب التي ترى وتشاهد أن كل الذين طبعوا منذ 4 عقود لم يحصلوا على استقرار سياسي ولا تنمية اقتصادية ولا رفاهية اجتماعية، بل على العكس من ذلك تزداد أزماتهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وهذا ما يرغب به الكيان الصهيوني لاستمرار تفوقه النوعي في المنطقة ولتحقيق الأهداف الغربية من سبب وجود نظام غريب في المنطقة قادر على استمرار توليد الأزمات والمشكلات بين الدول والشعوب. التطبيع لا يمثل خطراً على قضية فلسطين فحسب، بل هو خطر حقيقي على شعوب المنطقة ومستقبل دولها. إسرائيل كيان استيطاني قائم على التمييز العنصري في سلوكه السياسي والاقتصادي والأمني، ومن يحاول تجاهل ذلك فسيجد نفسه في لحظة تاريخية لا ينفع فيها الندم ولا الهروب السياسي أو التراجع. ومن لا يتعظ بالأنظمة والشخصيات التي خدمت لمصلحة الكيان الصهيوني عقودا من الزمن في السر والعلن فإنه جاهل بالوقاحة الإسرائيلية، وهو يسير نحو الهاوية والانتحار السياسي. في الواقع إذا حدث التطبيع لا سمح الله في العراق فسيأتي بالتأكيد من أعلى، كما كان الحال في كثير من الدول العربية وللأسف، وسيكون بلا شك وصفة لمزيد من الاحتجاجات والاضطرابات الاجتماعية، وسيجد من يتصدى له من القوى العراقية الأصيلة المنتمية إلى دينها وأمتها. أخيرا نقول: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وشكرا لكم، بارك الله فيكم، عذرا على الإطالة.